السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تفسير الأحلام اللي جت تحت آخر بوست كنت نزلته. وأنا عايزة أقول حاجة، أنا بنزل يعني البوست يعني تقريبا لمدة 24 ساعة، يعني بعد 24 ساعة من تنزيلي البوست أنا بفسره، يعني بفسره كده في فيديو. فأي أي حد يعني عنده أي حلم، مش يكتبه هو في مكان تاني، لأ، يكتبه تحت البوست اللي أنا كنت منزلاه. أول حلم معانا دعاء حمدي: حلمت إن في واحدة بنت جارتي، بس هي متجوزة في مكان بعيد، إنها بتديلي عباية سمرة وبتقول لي كبيرة عليا، خدي قسيها، هي مش صاحبتي قوي يعني، بس لما بتيجي لمامتها بروح أسلم عليها، اسمها نهال. ماشي ماشي يا دعاء. ده هي ممكن نهال ديت هي تعرض عليكي عريس، يعني تشوفك او مثلا يعني تقول لك انا عايزاك في موضوع، فهي تفتحك ان في عريس وكده، وان هي وانت برضو شوفي، هي نهال هي يعني هي ظروفها عاملة ايه، هتلاقي ان هو العريس مشابه لظروف جوز نهال ديت، والله اعلى واعلم. عبد الرحمن اللهيبي: عملت استخارة يعني عشان يتجوز بنت بيحبها، ورأيت في بالمنام عروس امام بيتنا واقفة مع امي واخي واختي، وكان ينزل المطر. هو ان شاء الله انا شايفه ان هو في نصيب، بس خلي بالك انت اللي هتحدد اذا كان المطر يعني حلو ما فيهوش اي حاجه مضايقاك، بيبوظ حاجه، معركه الحاجه، فهي الامور هتمشي كويسه. لو هو المطر في حاجه عامل ازمه يعني عامل اي عراقيل، فهو الموضوع هيكون في مشاكل ايه يعني شويه، بس انا يعني شايفه ان هو الموضوع هيمشي، والله اعلى واعلم. يعني انا الفيديو ده عامله لثلاث احلام بس، يعني ثلاث احلام بس هم اللي نزلوا، وناس كاتبة أحلام في مكان تاني، وناس كاتبة أحلام على الخاص. نهى: سلفت أختي حلمت إن في واحدة جت عندهم البيت وقالت إن البيت ده محسود، وقريت قرآن على أختي وفضلت تتاوب كتير، وقالت لها إنك محسودة وشايلة كتير. هي اختك يعني واضح فعلا ان هي محسوده، وعليها بقراءه سوره البقره، ويبقى لها ورد من القران، وهي شايله كتير، هي يعني ممكن يكون عندها هموم كتير، والله اعلى واعلم. ويبقى كده احنا خلصت، هما تلات احلام اللي جم، وفي ناس بعت أحلام في أماكن تانية، وناس بعت أحلام على الخاص، مع إنها يعني أحلام عادية، يعني مثلا أنا بقول هو الخاص للأحلام اللي هي فيها إحراج، فيها أسرار، فيها كده، وأنا برد على الخاص عادي، يعني حتى لو أحلام عادية، بس لما نزل البوست يبقى يعني خلال 24 ساعة من تنزيل البوست، يا ريت اللي هو عنده حلم يكتبه تحت البوست، وانا بعد ما افسر يعني البوست في فيديو زي كده،
وانزله. انا لو في احلام تانية انا هرد عادي، ويا ريت يبقى في تفاعل. يعني انا شايفة ان كل اللي بيهم الناس ان هي يتفسر لها احلامها وبس، من غير اي تفاعل خالص. وكل سنة وانتم طيبين وفي امان الله، ومع السلامة.